التهاب البروستاتا في الشباب، وانا قلت لكم ان ده نتيجه العاده السريه والنظر للكهوة. والله العظيم بيجيني شباب يقول لك بس اتكلم واحد 10 دقائق انتصاب ونقط بتنزل 10 دقائق، 5 دقائق في التليفون الدنيا باظت. شفت واحده انا شغال في مكان كله بنات وستات، عدي يمين تعدي شمال الدنيا باظت. طب احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ ولما انت بوظت العضله العاصره والدنيا بقت تنقط عندك هتكمل جواز ازاي؟ ارحم نفسك، حرام عليك، غير الشغلانه. طيب عندنا كمان التغيرات الهرمونيه والاغذيه المحفوظه. التغيرات الهرمونيه يا جماعه زي ما بنقول، اما واحده تاخد حبوب منع الحمل او اقراص منع الحمل او كبسولات منع الحمل، دي بتبوظ الهرمونات. ساعات الانسولين نفسه بيبوظ الدنيا كلها لان هرمون دخل عمل عكه هرمونيه. الاغذيه المحفوظه ساعات بيحطوا عليها مشاكل فبتبوظ لنا الدنيا. طيب ايه تاني عندنا؟ ازدياد الحالات العصبيه. طبعا كل ما الانسان كان عنده حاله عصبيه شديده، خوف، قلق، زعيق، خناق، توصل لايه؟ عمل عروق. في واحده كان ناس راكبين طياره وبعدين الطيار فجاه كده والطياره طايره، يا خبر يا الله يا خبر. فطبعا ايه الناس اترعبت كلها، فقالوا له في ايه في ايه؟ فقال يا ده فنجان القهوه اتدلق عليا بوظ البنطلون. فواحد قال له تعالى بص على البناطيل بتاعتي، طبعا عملوا جول على راسه. فطبعا نصيبه من هيله بنيله انك انت ايه يعني ترعب الناس على حاجه ايه بسيطه. ده خبر يا خبر يا خبر، مشهد في التلفزيون واحد بيضحك على واحد، جاتك نيله على اهلك، تخضتنا يا اخي. ففي واحد بيكبر المواضيع كده ويخض الناس كلها. طيب زيادة الالتهابات نتيجة الأملاح قلنا عليها، والأملاح ليست ملح الطعام أو المخللات، إنما الأملاح شوكولاتة وبيبسي وكولا ومانجا وبرتقان وكل الحاجات اللي فيها أملاح كتير، وكل واشرب ولا إيه ولا تسرب. في ناس بتحب تخبي الشوكولاتة تاكلها لوحدها وبتاع، ده ما بوظك الدنيا. في بقى الوظائف المكتبية والكسل وعدم الحركة، في واحد قاعد باستمرار وقوم، عندنا موظفين استغفر الله العظيم عايزين نولع فيهم بولعة. طب عايز تولع فيهم ليه؟ قوم يا فلان بتاع يا فلان مش عارف ايه، لا يعني انا اشيل امك انا عشان اوديك في البتاع وبعد مزنوق. طب ما تخش الحمام، لا هاتولي الحمام جنبي. اجيب لامك الحمام جنبك ازاي؟ والله العظيم عندنا موظفين عايز تحط عليها نار وتولع فيها، مش قادر يقوم يروح الحمام، ولسه احنا بنلعب في العشرينات، مش عندي رجال عواجيز، انا ما شغلش حد بعد ال30، يعني بعد ال30 اقول له خلاص عمرك الافتراضي خلص. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه مهم جدا ان في ناس قاعده في وظائف مكتبيه من كتر الكسل والقرف باظت العضله العاصره، لازم تقوم كل شويه. لدرجه نقول لك دلوقتي ايه، لما تيجي تدي محاضره ما تديش محاضره وانت قاعد، انت تكسح. انا بدي محاضرات في الجيش، بدي محاضرات هنا، بدي محاضرات يمين وشمال. انا في شهر رمضان ده اديت 5-6 محاضرات، يعني لسه في الافطار اول امبارح محاضره حاضره 3-4000 واحد، اروح واجيب الميكروفون يقول لي اقعد اقعد ليه؟ مش لما اشوف الناس واشوف الرياكشن، شوف التفاعل، مش كده ولا ايه؟ والدكتور اللي بيتحرك كده احسن من الدكتور اللي قاعد كده ضارب يمين وشمال. فحتى وانت بتدي محاضره اتمشى، وانت بتذاكر اتمشى برضه، خد الكتاب واقعد سمع. في حد بيعمل كده؟ في، لدرجه ان عندنا ناس وهي بتذاكر المحاضره شغاله على النت وبتصب المواعين وتروح وتيجي وبتراجع. عمرك شفت حد بيعمل كده؟ اه والله العظيم، نراجع ونشتغل، نراجع ونشتغل. واحده قاعده بتبيع في السوق بتبيع وبتذاكر، عيال البوابين قاعدين على السلالم وبيذاكروا، اشتغلوا يذاكروا. وعيال مرفهه بقى عايز تضرب بالنار وتضرب بالجزمه على دماغ اهلها، مش عايزه تذاكر، ومن درس لدرس لدرس ومش عايزين نذاكر، عايزين نحرق الكتب ونحرق المدرسه. طيب عندنا كثره الحوادث والرياضات العنيفه ممكن تبوظ التبول، ازاي؟ عندنا هاير كنترول في الدماغ، لو واحد اتضرب بنيتين ثلاثه في دماغه وبوظ الهاير كنترول مش هيتحكم في البول. والناس اللي عندها ارتجاج في المخ، عندها كونكشن وعندها حوادث وكذا، بتفقد، عندها تبول لا ارادي، عندها مركب لها قسطره وخلاص. والناس اللي في الرعايه المركزه والناس اللي عندها كوما غيبوبه، الغيبوبه ده على طول بنركب له ايه؟ قسطره وبامبرز. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان خواطات الدماغ والحوادث ممكن تبوظ العضله العصبيه. ايه تاني؟ برضو من اسباب التبول لا ارادي اللي هي بعض الوظائف اللي هي ميكانيكيه او كيميائيه، يعني الناس بتشتغل في صناعه البطاريات، عندهم ابخره رصاص، ابخره كيماويه، كذا كذا، الناس دي بيبقى عندها كيماويات سامه بتبوظ العضله العصبيه. زي ما جالي ناس شغاله في شركه اسمها شركه الدخان، شركه الدخان دي اللي هي انتاج السجاير، شركه الانتاج السجاير بيقول لك عندنا مخزن كبير مثلا 20 متر في كيلو، المخزن خلاص اللي هو ورق الطباق ورق تبغ،
فبيقول لي احنا كل العمال لما بيجي يعملوا بول يروح يتبولوا على فين؟ يتبولوا على التبغ ده. خلاص كل اللي عاوز يتبول يروح يتبول على التبغ ده. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يحصل تخمر. يحصل ايه؟ تخمر. لما يحصل تخمر ها تتحول الماده السكريه في الكلام ده الى كحول خمره. فنيجي بقى نلف السجاير، يبقى السجاير دي فيها ايه؟ خمره. عشان كده لو انت لفيت ورقه وولعتها الورقه تطفي، لكن لو ولعت السيجاره السيجاره ما تطفيش. ليه؟ عشان فيها كحول. كده كويس. يبقى اللي بيشرب سجاير بيشرب ايه؟ خمره. طب القضيه مش في الناس اللي بتطرطر على الدخان وتخلي الدنيا معفنه، ما هو هيشرب زباله هيشرب زباله. طيب امال المشكله فين؟ المشكله ان العيال دي نصها عنده سرطانات رئه، لان النيكوتين الكتير، شوف النيكوتين حلو وتوصيل ازاي، بس لما يزيد يعمل لك سرطان. فتيجي عندي ناس تكشف من شركات التب عندها سرطانات. طبعا انا بقوله ده مستحيل حد تاني يقوله يعني، مش كده؟ طيب عندنا كمان الجفاف بقى وعدم شرب السوائل. يعني في ناس تلاقي جلدها ناشف، يا عم ما بتشربش ميه ليه؟ الصيام ده عقوبه، يعني الصيام ده ربنا عمله ومره في السنه، انما هتفضل طول السنه تصوم هتشتغل ازاي؟ ولا انت عاطل مالكش لازمه؟ زي واحد كده عنده مثلا فشل كلى ولا حاجه يقول لك انا صايم. يا عم انت الصيام بتاعك مش هيتم كمل ثمن الجلسه، جلسه الغسيل 2000 3000 جنيه. انت اليوم بتاعك كله لما تشتغل مش هتجيب 200. انت مشغل بالك ان ولا كله عامل بقى الا الصوم، واخد صوم كبير قوي في المشمش. احسب سوق كويس. طيب عندنا بقى الجفاف وعدم شرب السوائل بيبوظ الدنيا، ولذلك في ناس لا تصوم. عشان كده ربنا بيقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. ما ينفعش عندي فشل كلى وكبدي ها وبطني قد كده واسايتس وانا بموت وعندي انيميا هيموجلوبين 7 وانا صايم، انت بتعمل كده ليه؟ طيب برضو العمل بنظام الورديات ده بيبوظ لنا البول خالص. ليه بقى؟ المفروض ان انا عندي ساعه بيولوجيه، الساعه البيولوجيه دي لها هاي رول فوق وبنتظم ساعه نوم محدده وساعه استيقاظ محدده، مظبوط، حتى ساعه البراز حتى ساعه الاكل. يعني الساعه واحدة مثلا باكل، لو الساعه 2 اموت، لان في نظام معين. التهاب البروستاتا في الشباب، وانا قلت لكم ان ده نتيجه العاده السريه والنظر للكهوة. والله العظيم بيجيني شباب يقول لك بس اتكلم مع واحد 10 دقائق انتصاب ونقط بتنزل 10 دقائق، 5 دقائق في التليفون الدنيا باظت. شفت واحدة انا شغال في مكان كله بنات وستات، عدي يمين تعدي شمال الدنيا باظت. طب احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ ولما انت بوظت العضلة العاصرة والدنيا بقت تنقط عندك هتكمل جواز ازاي؟ ارحم نفسك، حرام عليك، غير الشغلانة. طيب عندنا كمان التغيرات الهرمونية والاغذية المحفوظة. التغيرات الهرمونية يا جماعة زي ما بنقول، اما واحدة تاخد حبوب منع الحمل او اقراص منع الحمل او كبسولات منع الحمل، دي بتبوظ الهرمونات. ساعات الانسولين نفسه بيبوظ الدنيا كلها، لان هرمون دخل عمل عكه.